أمسية فنية احتفاء بصدور الديوان العاشر لفن الملحون. شعراء وأكاديميون وباحثون من عشاق هذا الفن المغربي الأصيل كانوا على موعد بأكاديمية المملكة المغربية لإحيائه وتقريبه من الأجيال الصاعدة عبر أداء موسيقي متنوع وتشخيصات مسرحية مقتطفة من الديوان العاشر لفن الملحون. Nous avons publié à l'Académie 10 recueils. قمنا بإصدار الديوان العاشر لفن الملحون والذي يضم أجود القصائد المنظومة. اليوم جمعنا في هذا الحفل عددا من المنشدين الذين سيحاولون تقديم أداءات متنوعة لفن الملحون. إن الأكاديمية اليوم وبهذه المناسبة ستكرم بعض الأعلام الذين خدموا الملحون، وهذا في سياق اهتمام الأكاديمية. الموعد الفني تميز بتكريم أحمد سهوم، واحد من بين الشيوخ المعاصرين لفن الملحون، والذي يعد رائدا لتراث الأدب الشعبي باعتباره شاعرا وباحثا ومنشدا. هذا العمل يأتي في إطار السعي إلى ملائمة أدب ملحون كشعر يقوم على الكلام وعلى البلاغة أساسا، مع الجوانب الموسيقية التي ظلت ثانوية فيه، إضافة إلى إدماج عنصر التمثيل ليكمل ما هو غير واضح في أذهان المتلقي ليساعده على فهم القاموس الملحوني. قصائد مكتوبة تحولت على امتداد 5 قرون إلى فن موسيقي. الملحون فن حي يكشف أصالة الشعب المغربي في قوالبه التقليدية. تنظم قصائده بلغة ثالثة تمزج بين اللغة العربية الفصحى والعامية المغربية.